الجونة يتعادل مع النادي الأهلي 3-3 والدوري يحسم للفريق المنافس. كابتن شريف، أهدرنا فوز كان في إيدينا. كان عندنا فوز خارج الأرض وأنت كنت مطالب بالفوز. نتاج أنت اللي فرطت برضو في الفوز ده، غير طبعا أنا زهقت من موضوع الكلام في الحكام ده. الدقيقة 97 والدقيقة 98 والماتش شغال ومدي 5 دقايق، لو احنا اللي لينا الخمس ست دقايق دول كان زمان وصفر من ساعتين. انما مبروك للمنافس ونادي الزمالك، مبروك ليهم الدوري. انت بالنسبة لك كل يوم احنا بنكتسب خبرات جديدة وبنكتسب اشياء في المباريات كلها. طبعا النفس، وانت عارف ان المنافس الناحية التانية كسب الدوري برضو، انت بتأدي في الملعب. انما انا كنت شايف ان في تقصير، يعني اللعيبة كانت بتلعب كلها وكل حاجة. انا مش شايف حتى ضربة الجزاء دي، يعني مش عارف من اني منظور او اني زاوية ان السولية يكون اعترض وهو بيسدد الكرة في دقيقة 97 وشوية. انما انت برضو 5 تغييرات اللي انت غيرتهم فتحت الملعب للمنافس بشكل ان بقى عندهم الكرة الطويلة، ابتدى نور السيد يمسك الكرة وبشماله وبيمينه يعلق الكرة عندك في ال 18 ويعمل اي زحمة واي تكف وحاجات كده، الحاجات اللي هي بتبقى اي فرقة متأخرة بتعملها. قبلها كان في كورتين برضو اتلعبوا بالعرض في ال 18 عندك، ويمكن هم تناولوها بأداء سيء جدا فرقة الجونة. الحكاية كلها الحقيقة غير انها فرقتك رجعت وكسبت وكسبت مكسب كويس قوي، ها، وكانت تقدر تجيب الرابع وكده، زي ما نكون احنا فرملنا نفسنا، احنا اللي اخرنا نفسنا بالنتيجه دي. ولا يعني قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كده. وواضح ان العمليه كانت صعبه جدا انك انت يبقى في منافسه لحد اخر اخر مباراه. يعني ننسى الكلام ده كله، نستفيد من كل اللي حصل ده، بان كل حاجه موجوده في الكوره. مظبوط، كل حاجه ممكن تحصل في الكوره. زي ما انت بتتاخر بهدفين وبتكسب 3-2، انت ممكن تبقى متقدم اهو 3-1 وجميع الوجوه او جميع الظروف تبقى ضدك الا انك تتعادل 3-3 بايدك بقى او من غير ايدك. يعني تبقى في ظروف كده وفي ظروف كده. هارلك اديته موسم قوي جدا، لعيبه نادي الاهلي، الجماهير مقدره كل المجهود الكبير اللي اتعمل هذا العام. عندنا مسابقه جديده اسمها كاس مصر، عندنا مباراتين مهمين جدا لازم نعدي منهم ان شاء الله. نحضر بقى اوراقنا واللعيبه تفكر تفكير تاني كويس، والجهاز الفني يفكر تفكير اعلى بقى من موضوع الدوري والحاجات دي. خلصت القصه دي، خلصت خلاص، نطويها زي ما بناخد دوري، زي ما بنخسر بطوله عادي جدا. بنطوي الشكل ده وبنشوف الشكل الجديد قوي اللي هيبقى باذن الله على الجهاز الفني والاداره واللاعبين عليهم. حتى ان اخر ماتش ده اعتقد دايما يعني خلاص بقى تحصيل حاصل، لازم لعيبه كتير قوي تريح، لازم لعيبه تخش انفورم بقى جوه الفرقه. حاجات كل الفرق الكبيره وكل فرقه في العالم تتعرض لها، تتعرض لها. صحيح، وبيبقى عندهم نفس المنظور اللي هيمشوا عليه باذن الله لجماهيرهم وادارتهم. وهارد لك، واللي جاي احسن باذن الله. فعلا زي ما قال الكابتن شريف، هارد لك للفريق النادي الاهلي، وموسم استثنائي كان بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، موسم متميز. وخساره بطوله لا تعني ان انا انسى او اغمض عيني عن انجازات الموسم العظيم بالنسبه لرجاله النادي الاهلي اللي حصدوا فيه جميع البطولات ما عدا بطوله الدوري. كابتن علاء، يمكن بعد 3-1 ورجوع النادي الاهلي للمباراه اداك انطباع في الملعب حتى، ويمكن وصل للجهاز الفني، ان المباراه انتهت. طيب قبل ما اتكلم على مباراه النهارده وعلى فريق النادي الاهلي، هنا في قناه الاهلي او كل المذيعين في النادي الاهلي دايما انت بتقدم الحاجه الصح. ايوه، بتقدم دايما اللياقه في كل حاجه. انت مثل في كل حاجه، في الروح الرياضيه، في 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 شكلك، في طريقه كلامك، حتى لما بتيجي بتنقد حد بتنقده بمنتهى الهدوء ومنتهى الاحترام. قبل ما نتكلم مباراه النهارده لازم نقول الف مبروك لنادي الزمالك الدوري السنه دي. لازم تبقى انت بتقدم دايما حاجه كويسه، حتى لو بتقابل حاجه العكس، لا انت دايما انت خليك انت اللي دايما
دايما لوحدك، انت دايما النادي الاهلي لوحده، منفرد لوحده في كل حاجه، في شكلك، في شكل ادارتك، في شكل لعيبتك، في بطولاتك، في حتى في جماهيرك انت مختلف. فلازم ما يحصل حاجه زي كده النهارده. مبروك لنادي الزمالك بطوله الدوري السنه دي، دي حاجه واجب. الرياضه بتقول كده على فكره، الرياضه ما فيهاش ولا خصوم ولا في حاجه خالص، في حاجه اسمها روح رياضيه. حتى لو الـ 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 الاخر مش بيبادلك بنفس الحاجه دايما، لا، لكن انت لازم تخليك انت الاحسن. النهارده كابتن شريف قال مبروك نادي الزمالك بطوله الدوري الموسم ده. نتكلم عن مباراه النهارده، انت قلت بعد 3-1 الاحساس العام للمتفرجين، للجهاز الفني، للعيبه وصل في الملعب. وده اسوء حاجه حصلت، انك المباراه خلصت. المباراه بتخلص لما بحكم بيصفر، بغض النظر عن اللي حصل في اخر دقائق. كان بيتكلم اسامه وكابتن شريف دلوقتي، كابتن نصر موجود في حته ضربه الجزاء وتوقيتها واللي حصل فيها، بس ده يعني لا يعنيني بشيء. قبل ضربه الجزاء كان في حاله مش طبيعيه في الملعب، حاله لا مبالاه في الملعب. أيوة. لعيبه الجونه ضغطاك على طول في ال 18 وانت مش عارف تطلع، وضغطت نفسك بدون اي داعي، والملعب اتفتح بطريقه مش طبيعيه. الكلام اللي كله كنا بنتكلم فيه قبل الاستوديو حصل في اخر 5-6 دقائق بلا مبرر. 3-1 يا ايمن في لغه الكوره الموضوع انتهى تماما. لو الكوره زي ما كنا بنتكلم، زي ما قلنا بعد ما تبقى كسبان انت من حقك تمشي المباراه زي ما انت عايز، مش زي المنافس ما عايز. المنافس راح عامل كور طويله وضغطك، انت لازم تبقى من الذكاء ان كل كره في رجلك ما تطلعش من رجلك غير في حالتين، لواحد او تاخد فيها فاول. خلاص الموضوع سهل يا جماعه. والجونه ولا الفريق ضغطك ولا اللي عمل عليك كثافه دفاعيه ولا حاجه خالص، كل الحكايه موجوده، المساحات موجوده، بس برضو عملت الخطا اللي بتقع فيه للاسف في كل مره، جريت المنافس على نفس الاداء بتاعه. انت مش محتاج تلعب بسرعه، مش محتاج تسيب مساحات، مش محتاج تلعب كوره طويله، مش محتاج عايز جول رابع. المباراه انتهت 3-1، خلصت رسمي رسمي. يعني المنافس الجونه هو متاكد ان المباراه خلصت 3-1 مع النادي الاهلي باسمه بلعبته. لا طبعا، انت بتتكلم في حاجه في لغه كره القدم حاجه شبه مستحيله. يعني انا اتحدى لو في حد كان بيتفرج بعد 3-1 في الملعب، بره الملعب، هنا في البيوت، يقدر يقول لي ان كانت الجونه هتعدي 3-3. استحاله، مش ممكن. مع النادي الاهلي بشكله، بشكل الشوط الثاني، بالضغط الهجومي اللي عملتها، بالتعادل، ب2-1، ب3-1، هو ده النادي الاهلي. لكن ليه اختلفت في اخر 10 دقايق؟ دي الغلطه اللي انت عملتها. ما نيجي نتكلم في الحته الفنيه، لكن هي دي الغلطه اللي حصلت وحيده بس يعني. لكن المره الثانيه طبعا بتفق معاك كابتن شريف، كل التحيه، كل التحيه مليون مره للمجموعه اللعيبه دي، للجهاز الفني، لاداره النادي الاهلي، على الموسم اللي مش طبيعي في كل حاجه. صح. مش طبيعي في الضغطه اللي فيها، في كل اللي احنا مرينا بيها، اللي مش طبيعي كمان في كم بطولاتك. الحمد لله رب العالمين. صحيح. بطوله تروح والخساره لا تقلل من جزاتك كذا الموسم. لا، خساره مين كذا يا مفيش. بص يا ايمن، انت عندك رصيد بطولات، وعندك رصيد عند الجماهير، وعندك رصيد عند كل الناس يشفع لك بكل حاجه. يعني المجموعه دي لا، ده يشفع لها ان هي خسرت الدوري، مش مشكله، انت تحتفل بيهم وتهنيهم على 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 الموسم اللي هم عملوه ده، وعلى البطولات اللي احرزوها للنادي الاهلي وفرحوا جماهيرهم. وجماهير النادي الاهلي جماهير واعيه جدا ومقدره اللعيبه دي ومقدره المجهود اللي فيه ده. ولحد انت اخر مباراه انت لسه كانت رجليك موجوده، يعني عايز ممكن تاخد بطوله الدوري، لكن في الاخر خلاص. صحيح. للاخر حاجه الدوري ده راح منك. أيوه. على فكره الدوري ده راح منك انت، من النادي الاهلي، عشان كده بقول لك النادي الاهلي هو بيتحكم في كل حاجه. النادي الاهلي هو ممكن ياخد الدوري، النادي الاهلي ممكن ببعض الاخطاء هو اللي يفرط في بعض النقاط، وحصلت طبعا اخطاء مننا واخطاء مش بعيد عننا خالص، لكن في الاخر خسرت بطوله لا تعني شيء على الاطلاق خالص. وكل التحيه لمجموعه اللعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي. صحيح. كابتن اسامه، زي ما قال الكابتن علاء، هي الرياضه فوز وهزيمه، ويعني بنقول احيانا مبروك للكسبان وهارد لك للخسران، ولكن هذا زي ما قلت للكابتن علاء، هذا لا يقلل ابدا 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 من حجم الانجازات اللي عملوها رجاله النادي الاهلي هذا الموسم. طبعا بدايه مبروك لنادي الزمالك فوزه ببطوله الدوري العام السنه دي، لكن وهارد لك لنا في الخساره الوحيده للبطوله السنه دي، لكن مبروك بشكل كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، للجهاز الفني، للاعبين، ان هم حصدوا
كل البطولات اللي دخلوا فيها السنه دي باستثناء بطوله، وده بيحصل في تاريخنا كله طبيعي. احنا بقالنا 6 سنين بناخد دوري عام، وياما يعني خسرنا بعض البطولات، لكن مجمل الـ 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 النادي في تاريخه هو اللي بيكسب اكتر بمسافه بينه وبين اي منافس ليه، سواء في مصر او في افريقيا. فكونك تاخد بطولتين افريقيا، تاخد سوبر افريقي، تاخد سوبر مصري، تاخد كاس مصر، كل ده في وقت صغير، ده لا يعني خسارتك للدوري لا تقلل من هذا الانجاز الكبير. انت ما بتلعبش لوحدك، لازم الناس تفهم كده. احيانا بتحصل ظروف، سواء بعض الاخطاء منك او بعض الاخطاء الاخرى اللي بتبقى خارج إرادة النادي يعني والجهاز الفني واللاعبين، بيحصل في العالم كله، ده موجود. فموسم طيب جدا لفرقة النادي الأهلي، وأنا أعتقد اللقطة اللي جه كابتن محمود الخطيب فيها ومجتمع باللاعبين بعد المباراة في أرض الملعب، أنا متأكد أنا بقول لهم كده يعني بقول لهم أكيد هارد لك على بطولة الدوري، لكن أنتوا ما قصرتوش، أنتوا خدتوا كل البطولات اللي دخلتوا فيها. أنا يعني ده فكروا في اللي جاي، لان الحياه مستمره. انا اعتقد ان هو كان تقريبا بيقول لهم نفس الكلام اللي احنا بنقوله، دعم نفسي، وانتم عملتوا موسم هايل وحققتوا انجازات كبيره قوي، خلاص بصوا بقى للي جاي. اكيد هو بيقول لهم، ولسه خلي بالك الموسم لسه ما انتهاش. طبعا. زي ما قال الكابتن شريف، لسه عندك كاس مصر، وعندك كاس سوبر من السنه اللي فاتت، مظبوط، وعندك سوبر افريقي، مظبوط. فهو اكيد بيقول لهم كده، يعني هارد لك وبص اللي جاي، لان الحياه مستمره والبطولات مستمره والنادي مستمر والبطولات مستمره، مفيش حاجه هتقف يعني. صح. مش مجرد خساره بطوله في وسط 6-7 بطولات لا انك تعني نهايه. طبعا. فهم عملوا موسم كبير وتعبوا فيه، ومبروك ليهم الموسم، وهارد لك هذه البطوله. بالنسبه بقى اللي انت عايز تتكلم في هنتكلم بعد كده في الفنيات. كابتن اسامه، موسم استثنائي مر فيه النادي الاهلي بصعوبات كتير جدا قدر يتخطاها، ولكن لما تخسر بطوله في وسط 5-6 بطولات زعلانين، كلنا زعلانين، لان دي البطوله المفضله لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي. بالعكس، دي مفضله لدرع الدوري نفسه، يعني درع الدوري بيزعل لما يروح اي نادي تاني بعيد عن النادي الاهلي. ساعات التعثر او خساره بطوله بتكون دي البدايه لفتره جديده لبطولات اكتر. مظبوط. نقف عند كلام الكابتن، حصل قبل كده. نقف عند كلام الكابتن محمود. خلي بالك، سفره مع الفرقه للجونه، نزوله الملعب المباراه بعد المباراه ما انتهت، واجتماعه باللعيبه بارض الملعب، دي رساله مهمه جدا. كلماته النهارده وهو بيقول للعيبه، ارفع راسك، انت اهلاوي، انت صحيح. راجل حققت بطوله افريقيا مرتين في الموسم ده، كاس مصر، سوبر افريقي، عندك تحديات كبيره وعندك جمهور كبير خلال الفتره اللي جايه، لازم تسعده. صحيح. النهارده دعم نفسي مهم جدا. مزبوط. بعد خساره الدوري، لسه زي ما حضرتك بتقول يا كابتن ايمن، الموسم ما انتهاش، لسه عندك تحديات اخرى، تحديات عندك كاس مصر، عندك سوبر افريقي، عندك سوبر مصري. لكن النهارده برضو في تحديات اخرى، اتحاد الكوره، الجدول اللي حطه قبل كده في الدوري وعدى مرور الكرام، مش هتقدر تسمح بجدول في كاس مصر يحطه على المزاج، لا هتوقف هنا. بعد، خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا واحنا بنتكلم فيها، بعد عوده لاعبي المنتخب من مباراه الجابون، المباراه يوم 4، اللعيبه بترجع يوم 5، هتبتدي كاس مصر يوم 5 المره، المباراه 5 ورجوع 6، هترجع امتى كاس مصر؟ كاس مصر ولا نعرف. عايز يضغطك بقى من 9 ازاي لقبل السفر. ما النهارده دي بقى دي التحدي الجديد اللي احنا هنشوف، اللي انت سمحت بيه في الدوري علشان توصل باللعيبه الاجهاد كبير وارهاق كبير، مش هتسمح بيه في كاس مصر. طبعا دي بطوله كمان. خلاص. بتتكلم عن بطوله جديده. النادي الاهلي طبعا بيلعب عليها. طبعا. طيب. هو ده التحدي الجديد بقى اللي انا بتكلم فيه. يبقى ما تضغطش مره تانية. ما هو ده اللي ممكن يبقى فيه في التفكير او في الدماغ او في الذهن، ان انا اشتغل على الحته دي تاني. النادي الاهلي مش هيسمح بالكلام ده. كويس. علشان دي بطوله مهمه، كاس مصر، هتطلع منها على سوبر افريقيا على سوبر مصر. وانت واخد 11 واحد لمنتخب مصر. طبعا. انت واخد عدد كبير، فانت عندك 3 بطولات هتتكلم في اسبوعين او 3 اسابيع. فده التحدي الموجود. النهارده في اخطاء في المباراه؟ في اخطاء. النهارده لما تبقى انت متقدم 3-1 والنتيجه تخرج في نهايه المباراه في دقائق معدوده 3-3، اكيد في اخطاء. مستر موسيماني، واتفق مع كابتن علاء، حته ان انا كسبان 3-1 وصل للجهاز، للعيبه داخل الملعب، للعيبه اللي نازله من بره، المباراه انتهت،
دي الرساله صح. كانت خاطئه. النهارده مش لازم كل مباراه مستر موسيماني الخمس تغييرات يتموا. أيوة. مش شرط. حته خمس تغييرات دي بتخلي اللعيبه اللي جايه من بره او قاعده من عند الكنازه الملعب عمليه الانسجام ودخول الملعب بتاخد وقت. فانت النهارده ممكن تتلط جون زي الكره الثانيه الهدف. وانا صراحه واحد من الناس زهقت عن الكلام عن التحكيم. زهقنا. لا خلاص بقى. ما احنا بص احنا هنتكلم طبعا فنيا في الاخطاء اللي حصلت واللي حصل ورده الفعل للاعيبه النادي الاهلي والعوده للمباراه والتقدم 3-1 وتقريبا المباراه كانت منتهيه. فريق البطل بيلعب على بطوله. قبل ما يشتغل على النواحي الهجوميه لازم يشتغل على النواحي الدفاعيه بشكل كبير. طبعًا. طول ما انت ما بتتلقاش اهداف تقدر تكسب وتقدر تاخد بطوله. هو ده اللي بيبتدي من البطوله النواحي الدفاعيه بتاعتك. وخصوصا يا كابتن اسامه ان السنه دي للاسف استقبلنا اهداف كتير جدا 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 في شباك النادي الاهلي. سجلنا كتير اهداف كتير ولكن استقبلنا كتير. لا بس دايما البطل بيلعب على بطوله بيبتدي قبل ما يسجل حته ان انا يعني دفاعي بالتمركز الصح ده المفروض اشتغل عليه. كان في مقوله انا ما اقدرش انساها للكابتن محمود الجوهري يمكن كلنا عارفينها. كان يقول لك ايه في الماتشات في اي ماتش طبعا وخصوصا الماتشات الصعبه طول ما النتيجه 0-0 ومفيش جول فيك ممكن تكسب في اي وقت. طبعا النهارده لما انت النهارده يعني انت كسبان 3-1 صعب انك تيجي فيك جونين بالاخطاء الساذجه. سيبك من الهدف الثالث ده بتاع الكابتن ناصر عباس. لكن النهارده حتى في الدقيقه 92 الباك ليفت بتاع الجونه بيعمل كره عرضيه الراجل لوحده ما بين ايمن اشرف ومين ياسر ابراهيم. يعني الف ب لازم واحد مع راجل في صدري زي كره الهدف بتاعت محمد نجيب. والكره بتتعمل للركنيه لازم ياسر ابراهيم الراجل في صدري يبقى انا ظهري للمرمى وراجل قدامي. ما ينفعش ان انا جنب بجنب وراجل يخطف من قدام يحطها. يعني هنتكلم فيها بعد كده. ولكن حتى حضرتك بتتكلم عن الاجوان او بتتكلم على الاخطاء. حتى الجول الثاني الراجل استلم جوه ال 18 مفيش حد جنبه. لما ابتدى يروح له ياسر كان الراجل لف وشاط. ما هو ده التمركز بقى الصح. يعني النهارده زي ما بقول برضه دايما الفريق اللي بيلعب على بطوله اول حاجه لازم اشتغل على النواحي الدفاعيه بتاعتي. لازم اشتغل على النواحي الدفاعيه التمركز ما يدخلش فيا اهداف خاصه ان النادي الاهلي بيسجل. صحيح. يعني لو ما بيسجلش يبقى عندنا مشكله في النواحي الهجوميه. لكن انت بتسجل لكن حته انك تتلقى اهداف كل مباراه دي هدف واثنين وثلاثه دي بتصعب عليك وبتطمع الفرق فيك بعد كده. مظبوط كابتن شريف. نتيجه 3-3 نتيجه غير منطقيه بالنسبه لاحداث المباراه. غير متوقعه وغير منطقيه وكل الاحداث المباراه والاستحواذ وكل حاجه. النادي الاهلي استحوذ ورجع وقدر يفرق بجول واثنين. يمكن احنا كنا قاعدين بره كابتن اسامه قال لك هنكسب ان شاء الله وكان يعني الراجل بيتكلم عن ثقه وصلنا لحد 3 وهو كان قايل هنكسب 3. ما توقعناش ابدا اللي يحصل بعد كده. اللي حصل في 80 دقيقه او من الشوط الثاني من دقيقه 46 حصل تسيد وقدرت تحسم المباراه. واللي حصل اخر 10 دقائق ايه اللي حصل اخر 10 دقايق؟ انا مش عايز اقول ان انت اللي عملت ال 10 دقايق دول بايدك يعني. ما هو اكيد في اخطاء. ها؟ هو انت فاهم؟ ما انا بقول لك اكيد في اخطاء. يعني انا اللي عملت ده بايدي يعني. ايوه ما انا ايه اللي حصل؟ اللي حصل التغييرات اللي خرجت دي. الدوافع بتاعت اللعيبه اللي جايه غير الدوافع اللعيب اللي هو موجود في الملعب. لا بس الراجل ثانيه واحده الراجل رجله في الملعب ماشي وبيروح على الجول وعايز يجيب الرابع وعايز يجيب الخامس وعامل محطه هجوميه كويسه قوي. مانع عنك انت اي حاجه. قفشه وحسين الشحات عاملين حاله دويتو كويس قوي. كل كوره من اول الشوط الثاني لو معانا البرجاوي يجيب لنا كوره من اول دقيقه في الشوط الثاني احنا رايحين على الجول ثلاث مرات. خدت بالك عن طريق حسين الشحات وعن طريق قفشه وعن طريق صلاح مصر اي رؤيه لا اي رؤيه اسامه من نص الملعب على طريق حسين الشحات كان اكتر واحد هو اللي عامل الجبهه الناحيه اليمين دي وترجمت لدرجه واحده منهم حسين الشحات جاب فيهم الجول الهدف الثالث. واحده منهم حسين الشحات سرق وجاب الجول واداه لمحمد شريف. عندنا على الخط ان احنا مش اوف سايد يعني الراجل شغال زي الفل وانت تقدر تجيب الثالث والرابع والخامس بنفس الميكانيزم بنفس الشكل بنفس التحركات اللي هي تحركاتك انت تحركات النادي الاهلي اللي هي ما فيهاش اي حاجه. انما انا قدامي تغيير محمد هاني ماشي خد انذار الراجل ها وابتدى يحصل عليه ضغط كتير نزل واحد فريش اكرم توفيق عنده قوه بدنيه كتير قوي في الناحيه اليمين دي ساعد. قلنا محمود وحيد نزل مكان صلاح محسن كويس. طب كويس قوي هتحرر
علي معلول. علي علي معلول هيبقى بنفس. انا انا مكلمك على التغيير ده قبل المباراه. مظبوط. وقلنا بنستغل بقى ان مفيش ضغط على علي في الاسبرنتات اللي رايح جاي دي، ينزل لغايه نص ملعب يبقى بلاي ميكر، وفي نفس الوقت تبقى العرضيه بتاعته سهله ويقدر يعملها من قريب، يقدر يعمل اي حد، وخاصه انت كنت متاخر بهدف. انما انت تمتلك انك تتعادل وتكسب بهدف، وشايف الماتش شغال كويس قوي في صالحك، وزي ما قال علاء فجاه حسيت ان انا خلاص، ودي مش اول مره تحصل. عملناها قبل كده وغيرنا هاي. وكان عواقبها برضو مش سليمه. بس يمكن النهارده الملاحظ ان احنا غيرنا خمس تغييرات. هو ده عملت هزه، عملت هزه في الفرقه. هو ده اللي انا بقول لك، انت فضيت الملعب، فضيت القوه، الضربه بتاعتك، البلاي ميكر بتاعك، ناقل الحركه بتاعك، والجناح بقت كل حاجه على سليه لوحده. لو اللي بينزل يا كابتن شريف لسه عايز وقت يخش في اجواء المباراه. اه ده لسه عايز وقت. لسه انا عايز انزل واعمل وادي واروح، وكره تجيلي، اللي بيبعت لي الكوره ما بقاش موجود. ايوه. الراجل اللي خرج ده واللعيبه بتخرج باين عليها. يمكن انا متخيل ان هو خرج لانه عارف ان الزمالك جاب الجول الثاني مثلا او حاجه زي كده، وزعلان ان الدوري راح، ممكن يكون الامبريشن بتاعه ده هو خارج كده، وممكن في نفس الوقت رجليه في الملعب وعايز يدي وعايز ياكد. يعني في حالات احنا دي الحاجات المستفاده اللي انا بقولك عليها. أي. بتبقى عواقبها مش لطيفه. أي. لا للفرقه ولا للجماهير. جميل بيتك حتى الماتش اتعادلناه، يعني بقت الحكايه ده ما تقيل كمان، يعني ما نكسب النهارده ونكسب الماتش الجاي عادي. صحيح. وتبقى زي ما احنا ماشيين في انما رده الفعل اللي بتحصل عندك في الملعب استسهال الحكايه. لا، الفتره الجايه قديمنا شفنا بقى. اديك شفت وانت مغلوب بتقدر تجيب ثلاثه، واديك شفت وانت كسبان ثلاثه بتقدر تتعادل، ودي مش اول مره، دي ثالث مره السنه دي او رابع مره انا بشوفها في نص الملعب بتاعنا عدم الالتزام. الكلام كله اللي احنا الاربعه الخمسه اتكلمنا عنه، احنا ما اتكلمناش غير في دي النهارده. ايوه. ما اتكلمناش غير في ان الملعب ممنوع يفضى، الالتزام، الديفنس بتاعك ازاي تمسك كوره وما الفرقه اللي قدامك ما تقدرش تاخد مجال وتضيع وقت، ده حتى لو احنا كسبانين 1-0. أيوة. مش كسبانين 3. رجوع الفرقه الثانيه معاك بهدف زي ده، طبعا عدم رقابه واللاعب ده من اول، انا قلت لك اللاعب ده في الهاف تايم اللي حصل ده لازم يطلع وينزل مكانه ونلعب 3-4-3 لان. أيوة. احنا متاخرين. أيوة. وسميته. أيوة. يعني فاهمني؟ ف دي احداث مباراه واحداث بتاع، كويس انها بتحصل في الحاجات دي. كويس انها بتحصل في الوقت ده. ايوه. انها مش هتنفع، انت داخل برضو انا نفس البطولات اللي انا جاي العب عليها بعد كده انا مطالب بيها. لا انسى موضوع الدوري ده. لا ده في حاجه كمان، يعني انا اللي سبت الدوري بايدي كمان، اكثر الدوري اكلمك انا اللي خسرته بايدي. لا انا هكلمك في حاجه كمان. البطوله الدوري احيانا بيبقى فيها تعويض، انما احنا داخلين على نوك اوت. بالظبط. كاس مصر مفيش تعويض، مفيش فرصه للتعويض. لو جبت جول لازم تحافظ عليه. كاس افريقيا لو في فرق جون تعرف تحافظ عليه وتطلع بيه. بطوله انما داخل على كاس وسوبر، وداخل على سوبر. طيب. والاثنين بنفس الاسلوب. داخل على كاس افريقيا بعد كده مباراه واحده، يعني بس كده بطوله مباراه. اه مفيش فيها تعويض. الاسلوب واللاعب والاداء والتشكيل والخطه. ولو داخل على الفرقه بتاعت افريقيا ومستسهلها، اه ده انا هعدي من الدور ده. لا مفيش كده في الكوره دلوقتي. لا طبعا الكوره كلها جهد وعرق، وانت ما كسبتش النهارده وجبت ثلاثه الا بالجهد والعرق. آه. انما اللعيبه حست بالزنقه وحست انها متاخره وحست انها ممكن تكسب، قدرت ترجع للمباراه، ابتدت المواتير تشتغل. المواتير دي تفضل شغاله على طول، تفضل داخل لعيب وخارج لعيب في التغييرات بتاعتي سليمه. أي. انا بدخل لعيب يفيدني، مش بدخل لعيب اجامله عشان يبقى قاعد عندي بره على الخط اقول له طب خد انا كسبان ثلاثه. عملناها كذا مره واتضررنا منها كتير قوي. صحيح. طيب كابتن علاء، معنى كلام الكابتن شريف نختصره في ان التعادل النهارده كان في جزء كبير منه بسبب التغييرات الشوط الثاني. انا ممكن اتكلم على التغييرات شويه. اتفضل. يعني التغيير الوحيد المقبوله بالنسبه لي محمد شريف مكان كهربا، محمد شريف واكرم مكان محمد هاني. ماشي. تغييرين تمام. تغييرات محمد وتغييرات محمد هاني محمد وأكرم. شريف لما نزل مكان كهربا ده طبيعي، واكرم طبيعي مكان محمد هاني. دول مقنعين جدا وطبيعي جدا، خصوصا تغيير اكرم لان محمد هاني كان اخذ انذار وبدا فيه شويه عصبيه. أي. كان ممكن ياخد انذار تاني. تغيير اكرم هاني انا من وجهه نظر الاثنين واحد، مفيش حاجه بتحصل. من الدقيقه 85 للدقيقه 92 ودي اللي احدثت التغيير. كويس. يعني هو علامه الاستفهام التغييرات دي ليه؟ كويس. مش فاهم يعني ليه 85 ل 92 دي ولا تغييرات في شكل الاداء ولا شكل الفريق ولا حاجه خالص. دي تغييرات كلها انك عايز تلعب اللعيبه اللي عندك. انزلوا العبوا، اديهم بيدوم فرصه،
المباراه انتهت. ايوه ده الخطا اللي حصل، ما ينفعش المباراه تنتهي غير لما الصفاره تحكم تقال. ماشي، ده بالنسبه للتغييرات. ثانيه واحده، يعني انت متغير تغيير رامي ربيع في الدقيقه كام؟ 92. ايه مع محمد مجدي؟ ما اعرفش يعني، يعني رامي مش هيلحق يعمل حاجه ومحمد مجدي سيبه في الملعب، يعني تغييره ما لهاش اي فايده غير الايه، انزل العب رامي الكام دقيقه دول وكسبانين والمباراه بالنسبه لنا انتهت. مباراه انت، انا بص انا قلت لك كلمه في بدايه الاستوديو، بقول لك الاحساس اللي وصل للناس كلها في الملعب بعد 3-1 المباراه انتهت خلاص، الاهلي ممكن يعني ممكن يجيب الرابع وكده، لكن كره القدم ما فيهاش كده خالص، كره القدم ما فيهاش كده خالص، كره القدم تفضل مركز محترم المنافس لحد اخر دقيقه. صحيح، المقوله معروفه، لو مش هيحرز هدف ما قبلش هدف، لما انت سبت المباراه ماشيه ند هجمه هنا وهجمه هنا، في مساحات هنا وفي مساحات هنا، انت مش عايز كده، انت يعني هو ممكن يعمل اي تغييرات هجوميه وممكن يفتح مساحات الملعب كلها عادي، هو خسران 3 وخسران من النادي الاهلي. مظبوط، لما يخسر 3 من النادي الاهلي هو بالنسبه له مفيش مشكله، لان طبيعي ده النادي الاهلي، لما اخسر منه 3 محدش هيلومه، مفيش حد يقدر يتكلم معاه، انما اللي حصل منك انت ان انت جريته في الملعب. صحيح، هو فتح مساحات وانت فتح مساحات. مظبوط، هو ضغط وانت سبت، ليه تعمل اخطاء يعني بغض النظر عن ضربه الجزاء صحيحه غير صحيحه، انا معاك كابتن راسل اتكلم فيها، انت ليه توصل المنافس ان هو يوصل عندك في المنطقه دي؟ ده احنا دايما بنقول اضغطوا لقدام اضغطوا لقدام اضغطوا لقدام، ليه؟ ده في ضربات ثابته لعيبه الجونه او معظم لعيبه الدوري العام بتاخد المدافعين بتوعنا وبيخش ال 18، يا جماعه الموضوع ده بطل، ده الناس بتقف بره الكوز على 18، خلي كل المساحه دي لحارس المرمى لو واقف زكاه الشناوي ولا علاء لطفي ولا اي حد. صحيح، انما انت بتعمل اخطاء انت بتدفع ثمنها. مفيش حاجه ان المباراه انتهت، انت عايز تطلع فاصل حاجه؟ لا هنطلع نشوف الكابتن محمود الخطيب قال ايه لعيبه النادي الاهلي بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. عايز بعد الماتش اقول لكم ان انا بشرت جدا بشكر كل واحد فيكم، بشكر كل واحد فيكم انتوا والجهاز بتاعكم، الموسم ده موسم صعب جدا، يمكن احداثه ومواعيده اللي احنا فيه ده ما اتكررتش في اي حته في العالم يعني. عشان كده انا شايف ان انتوا كلكم اتعرضتوا لاجهاد، مش بس انا صوتي مش عارف اعليه، قرب شويه عشان مش عارف اعلي صوتي، مش بس اجهاد بدني، اجهاد بدني وذهني. الموسم ده اكتر موسم في يعني من تاخير الموسم اللي فات اكتر موسم في العالم في بطولات، كم البطولات اللي انتم مريتوا بيها دي خليتكم يعني عندكم نوع من انواع الاجهاد بالوك الذهني قبل البدني كمان، واحنا الحقيقه مقدرين ده جدا، احنا كاداره مقدرين ده جدا، وانا متاكد ان جمهوركم كمان مقدر ده جدا، جمهور النادي الاهلي فاهم وشايف وعارف، جمهور النادي الاهلي فاهم
واعي وشايف وعارف اللي بيحصل، عشان كده انا متاكد ان هو في ظهركم. انتوا سبب سعاده الناس الفتره اللي فاتت، بالزحق الجمهور عليكم. اللي حصل المره اللي فاتت والسنه دي كده، انتوا سبب الناس بقت سعيده وفخوره بيكم وبالنادي الاهلي. وهنا عايز اقول حاجه، النادي الاهلي لما بيفقد بطوله النادي الاهلي بينطلق منها. النادي الاهلي بطولات جايه كتير وعندنا بطولات كتير، لازم فاهمين ده، ولازم تفرحوا جمهوركم اللي هو شايفكم اللي هو معاكم اللي هو في ظهركم. وكمان في ظروف يمكن خارجه عن ارادتكم وارادتنا وارادة كل الناس، عشان كده بقول لكم الناس شايفه وعارفه، بس احنا كمان من دلوقتي في اللحظه اللي بقول لكم عليها دي احنا كمان لازم نكون بنفكر احنا ليه في بعض المباريات احنا كان يجب تركيزنا يبقى زياده شويه، كان يجب اهتمامنا يبقى زياده شويه، كان يجب ده خلاص. بس دي الكوره، احيانا مفيش توفيق، دي الكوره. انا يمكن برضه عايز اكرر شكر تاني ليكم، وعايز اقول ان انتوا كلكم محل ثقه بالنسبه لنا كبيره جدا. كل واحد فيكم، زمايلكم اللي مش موجودين، جهازكم الموجود، انتوا محل ثقه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا. كمان عايز اقول لكم حاجه، اوعوا تنسوا يا رجاله، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا حققت رباعيه، اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال افريقيا مرتين ورا بعض، ما بتحصلش دي كتير. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا تاخدوا مركز ثالث في العالم، برونزيه العالم تاني مره، دي اللي بيكم اللي سبقكم، هو ده النادي الاهلي. اوعوا تنسوا يا رجاله ان انتوا ابطال السوبر، ما تنسوش ده. ترفع راسك انت اهلاوي، ترفع راسك انت في الاهلي، لازم تبقى فخور بده زي ما الاهلي فخور بيكم، انتوا كمان لازم فخورين ان انتوا جوه النادي الاهلي. بص يا رجاله، انا من سنه ونص او سنتين انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه. انا قلت لكم الكلام ده من سنه ونص او سنتين، لان انا كنت عارف قدراتكم، وعارف انتوا ازاي المجموعه دي لما بتبقى مقفوله كده يعني بنعمل ايه؟ اعتقد الكلام ده كان حقيقي دلوقتي، ان انتوا افضل ناس موجوده في القاره. عشان كده يا رجاله لازم قلت لكم ما تخلوش حد يعني يسرق منكم فرحتكم. والجمهور ده اللي هو بيهتف لكم دلوقتي، بيهتف لكم، ده ليه حق علينا ان احنا نفرحه بقى في اللي جاي. الجمهور ده اللي بيهتف النهارده ده هو ليه حق علينا. الجمهور ده يا رجاله هو الشريك معانا، هو السند، وهو معاكم صانع بطولاتكم وبطولات النادي الاهلي من 1907. الاهلي من 1907 بيمشي بالحب ده، بالمجموعه دي، هو ده النادي الاهلي، هو ده التاريخ الكبير، هو ده التاريخ اللي لازم تفخروا بيه، والناس تفخر كمان ان هي بتنتمي للنادي الاهلي. جمهورنا فخور بده، انه عارف النادي الاهلي يعني كل كام سنه كده ممكن حاجه يعني تعدي. يا رجاله ده شيء مهم. كل اللي انا عايز، انا بص بيقولوا ايه، انا لسه هقول جمله هم بيروحوا، لسه عايز اقول لكم ازاي نفرح الناس دي. البطولات اللي جايه في بطولات كتير 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 جايه، ازاي نفرح الناس دي. انا الحقيقه بس احنا غصب عننا النادي الاهلي ما بيتركش ما بيسيبش حق. انا مش عايز اعلق على الكلام ده دلوقتي، لكن كمان عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا قصرنا معاكم
احنا قصرنا معاكم. احنا كنا عايزين فرقه زيكم، مجموعه زيكم، افراد زيكم، كان يجب ان احنا نحتفل بيها بالتاسع، لازم نحتفل بالعشرة، لازم نحتفل بالبرونزية، لازم نحتفل بالسوبر، لازم نحتفل بيكم. ده ما كانش في وقت، التلاحم ده اللي كان موجود ما كانش في وقت، عشان كده انتوا حقكم علينا النهارده ان احنا نعمل لكم احتفاليه نكرمكم فيها، احتفاليه نكرمكم فيها، لان انتوا تستحقوا ده. كل اللي انا عايز دلوقتي منكم خلاص، خلص اللي خلص، انتهينا، فكروا في اللي جاي، فكروا في اسعاد جمهوركم، فكروا في كتاب التاريخ ليكم جديد، فكروا في ده، وانتوا تقدروا تعملوا ده. المجموعه دي تقدر تعمل ده، كتاب التاريخ جديد ليكم لناديكم، تقدروا تعملوا. ارفع راسك، انت اهلاوي، كلمه الاهلي دي كبيره جدا، كبيره جدا. خلاص انتهى، انتهى، نبص اللي جاي. رجع ان شاء الله قريب هنعمل حفله تكريم لحضراتكم، بس نشوف المواعيد عشان نظبط ميعاد كلكم موجودين بتوع المنتخب او الانتماءات اللي معانا المحترفين، نقدر ان احنا نظبط بس الميعاد، وفي ميعاد مناسب ان شاء الله. حتى مش عارفين لسه الارتباطات اللي جايه بشكلها عامل ازاي. تاني بقفل، ان انا اشكركم، واحنا مقدرين مجهودكم اللي فات، وجمهوركم مقدر مجهودكم، ما كانوش هو بالشكل ده. الموضوع خلاص، فكر في اللي جاي، بكره الصبح كده كل الناس تفكر احنا هنعمل ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله. تقدروا تعملوا كتير، لان انتوا تستحقوا ده، وتقدروا تعملوا ده وانتوا جوه النادي الاهلي. ماشي يا رجاله، عايزين نقف مع بعض كلنا ونقرا الفاتحه ونوعد من هنا، من المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده، اللي جاي هيبقى عامل ازاي. نوعد جمهورنا بيه. الرابع يا شباب، الرابع رجال، يا رجال ان شاء الله. كابتن علاء جدا من نجم كبير جدا 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 في توقيت صعب، و يعني دعم ومؤازرة لرجالة النادي الأهلي عن الموسم الكبير جدا اللي هم حققوا فيه إنجازات كبيرة جدا. شعور كابتن محمود حس ان هو عايش اللحظات دي كتير جدا، وعارف اللعيبة تعبت قد ايه، والكلمة دي مش اي حد يقولها. صحيح. وتوقيتها انا بالنسبة له فوجئت ان الكابتن نزل الملعب. ايوه. الكابتن كان ممكن يتكلم الكلام ده لما يخش غرفة الملابس وياخدوا دش ويهدوا كده، لكن هو عايز في الملعب، ولسه مباراه يعني خلصت حالا، هو عايز يفكر اللعيبه دي، عايز يفكر اللعيبه دي بكل حاجه اللي احنا اتكلمنا فيها حصلت حلوه في الفتره دي. ايوه. اولا فكرهم ببطولاتهم، فكرهم هم في النادي الاهلي، شكرهم واحد واحد، ودي حاجه ترفع الروح المعنويه في السماء، تخلي كل اللعيبه كانه واخد بطوله بالظبط. يعني انت بتتكلم كده وخسران بطوله من كام سنه. هو الكابتن كمان قال كلمه كده، قال فين يعني النادي الاهلي بعد كل وقت كبير ما يخسر بطوله، وده الحمد لله احنا عارفين متعودين عليه، لكن انت بتقبلوش. صحيح. ما بتقبلوش ايمن، عشان الثقافه اللي بيتكلم بيها كابتن محمود دي واصله لك، واصله كابتن شريف واسامه وعلاء واللي قبله واللي قبله، نفس الكلام كان بيقوله كابتن صالح، نفس الكلام كابتن حسن حمدي، كابتن محمود طارق. دي ثقافه النادي الاهلي اللي الناس مش عارفه هو النادي الاهلي وصل كده ليه. هم دي بعيده شويه عنهم، هي دي الثقافه. ثقافه فريق واخد كم بطولات في 7 شهور مش طبيعي، وحاله حزن غريبه جدا، هو خسر بطوله النهارده، بطوله الدوري من كام سنه. لكن الكلام بقى ده بالظبط، انا لو انا عارف شعور اللعيبه دلوقتي ايه، شعور اللعيبه دلوقتي اكنها اخذت بطوله الدوري النهارده بعد كام كابتن خطيب ده.
بيعمل عارف انت بيعمل دوافع جديده، بيشيل عنك كل الزعل والضيق اللي انت فيه النهارده، وعايز يعمل حفله للناس دي يشكرهم، وده فعلا حقهم. واحنا كنا في الموضوع ده في الاستوديو، كلمه جايه من عشان كده بقول لك مش اي حد يقولها، جايه من نجم كبير قوي اشهر عمره في الملعب، فهو عارف هو بيتكلم باحساس لعيب الكوره. كابتن خطيب النهارده بيتكلم مش رئيس نادي، هو بيتكلم باحساس لعيب الكوره، اللي لو اي حد فينا اتكلم هيقول شويه من الكلام ده عشان حاسينه. فهو بيتكلم بالاحساس ده، بعيد ان هو رئيس نادي، بعيد عن هو كابتن محمود الخطيب، بعيد عن حاجه خالص، هو بيتكلم باحساس كابتن محمود الخطيب اللي عاش في النادي الاهلي وتربى في النادي الاهلي واخد بطولات في النادي الاهلي، فعارف انا امتى اتكلم مع اللعيبه، صح، امتى التوقيت يا ايمن مهم جدا. هو حس بالظبط اللعيبه محتاجه ايه التوقيت ده. ما هو انا بقول لك التوقيت مهم جدا. هو كان ممكن يستنى لحد ما لا 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 لا، ده انا هكلمك في الملعب وجماهيرك بتعمل بتندق عليك وابطال افريقيا وكده عشان تبقى الامور خلاص واضحه، عشان لو في حاجه تتشال بسرعه. صح. هو عايز يطلع لعيبه الملعب فخوره بنفسها، هو بيقول له انت لازم تبقى فخور بنفسك انت جوه النادي الاهلي، الكلمه دي تضيع عنك اي تعب واي حزن واي زعل، انت منتمي للنادي ده، انت جوه النادي الاهلي، انت لعيب في النادي الاهلي. اللي يعرف لعيب النادي الاهلي دي ايمن، هم اللعيبه دي كلها تحسها ان شاء الله بعد عمر طويل، صح، بعد عمر طويل كده لما يبقى فخور ان هو في يوم من الايام كان منتمي للنادي ده. صح. احنا بنحسها عشان احنا بعدنا عن الكوره وكده، فبنحس ايه ده يا جماعه، ده احنا كنا في مكان عظيم. هو كابتن بيتكلم من الحته دي، يطلعك من الملعب، اللي حصل حصل. صحيح. وهو قال نفس الكلام، وده الحاجه اساعدتني انا. مظبوط. اللي قلناه كله في الاستوديو ان في اخطاء مننا، قال لك في بعض اخطاء مننا احنا، وده طبيعي جدا على فكره. ماتشات سهله فرطنا فيها. بالظبط، هو قالها كده يعني، وده كلام اللي احنا قلناه في الاستوديو. لكن هو الحلو كمان انك لما يحصل يعني فشل او حاجه تخسر بطوله، تعرف كمان اسبابها ايه. يعني في اسباب انت عملتها وفي اسباب بعيده عنك. بعيد عنك دي احنا اتكلمنا فيها كتير، وكان حتى لسه اسامه بيتكلم فيها، لكن اللي عندك انت ممكن تصلحها وبايدك على فكره، وسهل جدا. لكن كلمه بجد غيرت اللي في دماغ اللعيبه، غيرت حالتهم. يعني يحسب لكابتن محمود ان هو ما استناش. صحيح. ممكن كان قال الكلمه دي مثلا بكره، او قالها مثلا هم راجعين في او راحوا الاوتيل، او هم في الطياره، اي حاجه. لا 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 لا، هو بيتكلم باحساس لعيب الكوره. لعيب الكوره. عشان كده انا متاكد ان الكلمه دي يا ايمن يعني طالعه من القلب، راحت لقلب اللعيبه دي كلها. مزبوط. والموضوع خلص. المره الثانيه اللعيبه دي تستاهل كل تقدير وكل احترام. صح. واكيد هم هيتكرموا الكلام الكريم كويس ان شاء الله. صحيح. هو كابتن محمود الخطيب كابتن اسامه قال من ضمن كلامه، احنا الاهلي كل كام سنه في حاجه بتعدي، احنا قصرنا معاكم، بيقول اللعيبه طبعا احنا كان لازم نحتفل بالعشره والسوبر وبرونزيه كاس العالم، وعشان انتوا تستحقوا ده احنا هنعمل لكم احتفاليه تليق بكم. ولكن هو قال كمان كلمه لازم تخش جوه دماغ كل لعيب، ان خساره بطوله دي بتبقى بدايه لبطولات كتيره جايه لجيل النادي الاهلي اللي بيمثلوه رجاله النادي الاهلي اللعيبه دي، وده اللي احنا تعودنا عليه عبر تاريخ النادي الاهلي على مدار السنين. مظبوط. يعني يمكن انا كنت اتكلمت في الكلام الكابتن محمود اتكلمه قبل حتى ما كان نسمعه بودننا، لان احنا عشنا الكلام ده واحنا لعيبه. صح. واحنا في الاجهزه الفنيه. يعني انا واحد من الناس جت النادي الاهلي 81، وطبعا حتى الان بنتمي للنادي الاهلي، كنت لاعب، كنت مدرب عام، يعني مريت بالمراحل كلها. المواقف دي اللي كابتن محمود بيحكي عنها احنا عشناها كلعيبه، شفناها كتير. لما النادي الاهلي بيخفق في بطوله او بطولتين او على مر التاريخ يعني، فالكلام اللي الكابتن محمود كان بيقوله احنا كلنا عشناه وعارفينه. مزبوط. يعني احنا متوقعينه يمكن قبل ما الكابتن محمود نفسه يقوله، يعني احنا كلنا عشناه وشفناه. فكون الكابتن محمود يقول هذا الكلام، نفس اللي جوايا، نفس اللي جوا اسامه، نفس اللي جوا شريف، جوا علاء، جواك احساس الناس اللي كانت موجوده في النادي الاهلي على طول. مزبوط. والكابتن محمود بجماهيريته الكبيره وشعبيته الكبيره، وبيخاطب اللاعبين وبيخاطب برضو الجماهير. برافو عليك. بيقول لهم. صحيح. ان انتوا السند اللي تملي موجود للنادي الاهلي، الناس دي بذلت جهد كبير جدا جدا جدا، كسبت بطولات كتير، كل البطولات اللي دخلوا فيها باستثناء الدوري العام السنه دي. واتكلم في النقطة اللي برضو يمكن
يمكن قلنا احنا في الاستوديوهات كتير ان هو قال انه في اجهاد ذهني قبل الاجهاد البدني، لانه الاجهاد البدني بينعكس على الـ على الـ على الذهني، فبيأثر في ادائك، بيأثر في الضغط، بيأثر في اخطاء، فده موجود. ف برضه كلمه قالها اللي هي ارفع راسك انت في النادي الاهلي، كنت هكلم البطولات موجوده، اصل مزبوط. البطولات الحياه بقول لك مستمره، الحياه بطوله جايه ورا بطوله جايه بطوله، انت داخل انت دلوقتي في نهايه شهر 8، انت في شهر الجاي عندك 3 4 بطولات للنادي الاهلي، فخلاص دي صفحه اتقفلت وعندك انطلاقه للي جاي. صحيح. فلازم ناس كده، مش هفضل انا مطاطي، ولا ده انا اللي كسبان اكتر، وانا الموسم بتاعي موسم ناجح، فابص للي جاي. اللي كونك وقعت منك حاجه اكيد في كلنا مرينا بالظروف دي، ان ممكن بطوله تقع منك، بطولتين في تاريخك، 3-4 بيحصل، لكن بتكسب 80-90% من البطولات. صحيح. فالبطولات جايه وجايه كتير ان شاء الله، المهم ان انا انطلق منها، يعني دي برضو نقطه قالها، المهم ان انا انطلق للي جاي. مزبوط. انت بعد 3-4 ايام الدوري خلص، هتخش في كاس مصر، في السوبر الافريقي، في البطوله الجديده، فطبعا كلمه كانت وكاس عالم للانديه. صحيح. فانت كانت كلمه جايه في توقيتها، واعتقد ان اللعيبه استوعبتها، وبالذات كمان اللعيبه القديمه الصغير لما بيشوف الحاجات دي بيتعلم، لان احنا كلنا اتعلمنا كده. مزبوط. يعني كلنا شفنا اللي قبلنا كانوا بيقولوا لنا كده، ورؤسائنا كانوا بيقولوا لنا كده، والكابتن مر بالمواقف دي كتير جدا وشافها وعاشها كلاعب ومدير كوره، وبعدين عضو مجلس اداره، وبعدين رئيس النادي. فاكيد الصغير في اللعيبه اللي ما عاش في النادي الاهلي كتير اكيد هيفهم من الخبرات ديت اللي بتتنقل له، واتمنى لهم التوفيق، لان هم فعلا يستاهلوا انه يتعمل لهم تكريم كويس. صحيح. لانه خدوا تقريبا 90% من البطولات اللي دخلوا فيها السنه دي. كابتن اسامه، يمكن من ضمن كلام الكابتن الخطيب اللي قاله، الجمهور فخور بيكم وعارف وشاهد على كل حاجه حصلت السنه دي، وياما فرحتوا الجمهور، وجمهوركم دلوقتي له حق عليكم انكم تفرحوه مره ثانيه. من ضمن كلامه برده، دي كانت رساله لكل من ينتمي للنادي الاهلي، ارفع راسك لفوق، انت اهلاوي. كلمه الاهلي دي كلمه كبيره قوي قوي قوي، ما يحسش بيها غير كل من ينتمي للنادي الاهلي العظيم. الجمهور عارف الظروف اللي كانت محيطه بالفرقه السنه دي بالتحديات الكبيره، علشان كده انت بتزعل لما بتخسر او بتفقد بطوله، لكن زعل جمهور النادي الاهلي في الدوري ده مش هتلاقيه زي كل مره ممكن تخسر فيها دوري. الزعل قليل شويه، ده راجع الرصيد الكبير للجيل ده واللعيبه ده، وخاصه السنه دي ليهم رصيد كبير عند جمهور النادي الاهلي، تحديات كبيره السنه دي. زي ما قال الكابتن محمود الخطيب، ارفع راسك، انت السنه دي محقق 4 بطولات، محقق رباعيه، قليل. النهارده لو عملت احصائيه في فرق العالم كلها، شوف مين النادي اللي حقق بطولات اكتر، ممكن تلاقي النادي الاهلي من ضمن الانديه على مستوى العالم اللي محقق 4 بطولات في موسم في تحدي كبير. انت النهارده مش شيء قليل لما بتاخد افريقيا مرتين، لما بتاخد سوبر افريقي، لما بتاخد ثالث عالم، لما بتاخد بطوله كاس مصر. يعني واحنا كنا في الاستوديو بتاع مباراه طلائع الجيش، كنا من هنا بنقول نتمنى الفريق ده يتعمل له احتفاليه كبيره، يحتفلوا بكم الانجاز الكبير اللي عملوه. النهارده الكابتن محمود الخطيب قال لهم احنا قصرنا معاكم، ان احنا كنا بنخرج من بطوله لبطوله ثانيه، ما بنلحقش نفرح بيكم. صحيح. على ما اعتقد ممكن يكون في وقت قريب، حسب ما هيحددوا ويشوفوا الظروف تسمح للناس كلها، بحيث انهم يكونوا موجودين، انهم يستحقوا الاحتفال ويحتفل بهم جمهورهم. دايما لما بتخسر بطوله، هو ده بقى عظمه النادي الاهلي، عظمه جمهوره وعظمه جهازه ولاعيبته وكل ما ينتمي للنادي الاهلي. لما بتفقد بطوله، انت لا، انت بعد كده بتكتسح الاخضر واليابس وكل حاجه. صحيح. دايما بتذكر مباراه سان داونز، المباراه اللي خسرنا فيها وخرجنا من بطوله افريقيا، وبعدها كانت بدايه وانطلاق لبطوله بتاخدها مرتين لسوبر افريقي اللي بتحتكر بطوله افريقيه. على ما اعتقد بطوله دوري المصري السنه دي وخساره البطوله بعد 5 سنين أو 6 سنين الفريق ده والجيل ده بيحاول، على ما اعتقد هيكون في تحدي كبير، ممكن لخمس ست سنين تاني او 7 سنين ممكن ترجع تحتكر بطوله الدوري مره اخرى، وده طبيعي، سنه الحياه انك انت بتهدى شويه علشان ترجع لانطلاقك الجديد ويبقى عندك دوافع كبيره، لكن عندك تحديات لسه ما زالت في الموسم.
عندك كاس مصر، هرجع اكرر تاني، كاس مصر عندك، سوبر افريقيا عندك، سوبر مصر عندك، كاس عالم انديه. اللي قبلوا النادي الاهلي في بطوله الدوري استحاله يقبلوا في بطوله كاس مصر. التهريج اللي حصل في بطوله الدوري من ضغط مباريات وكل 48 ساعه تلاقي مباراه، استحاله يقبل بيه في كاس مصر. كاس مصر اللي هيجي بعد مباراه الجابون، وهنشوف في 9 مباريات ممكن اتحاد الكره يضغط جدول المباراه عشان تتخلص كاس مصر. انت كاس مصر مش مضمون انك ممكن توصل المباراه النهائيه، ده كوره في الاخر. لكن النهارده تعمل اللي عليك، مش هيقبل النادي الاهلي يتحط جدول زي ما احنا شفنا قبل كده. خاصه انت هتخرج من كاس مصر، عندك سوبر افريقي، عندك سوبر مصري كان هيتلعب في 1/7 1/7 وبعد كده تم تاجير 1/7 علشان كان وقتها النادي الاهلي فايق، فانت حرمته من بطوله. صحيح. فبعد كده رحت مأجله لأجل غير مسمى. النادي الأهلي زي ما بقول وبأكد على الكلمة دي، مش هيقبل باللي حصل قبل كده. صحيح. لكن النهاردة عندك دوافع كبيرة. جمهور النادي الأهلي زي ما بقول وأكد يا كابتن أيمن، مش زعلان من خسارة الدوري. كانت بطولة في المتناول، وهرجع وأقول كانت بطولة سهلة. دي من أسهل البطولات اللي كنت ممكن تحقق. لكن عندك النهاردة كم ضغط المباريات، هي الفكرة مش ضغط بدني بس أو إرهاق بدني بس، أنت الإرهاق الذهني النهاردة من كم التفكير في كل بطولة داخل، في كل بطولة عندك تحدي فيها. صحيح. برضو بيأثر طبعا طبعا. فالنهاردة علشان تدخل الموسم الجديد، ازاي اللعيبة دي تقدر تريحها، خاصة انت عندك تلاحم في المواسم، ما عندكش راحة. لعيبة منتخب مصر العدد الأكبر منها من لعيبة النادي الأهلي. صحيح. النهاردة كابتن محمود الخطيب ده درس النهاردة في الإدارة. في النهاردة وانت بتخسر بطولة، ازاي بتدعم لعيبتك، ازاي بتساندها، ازاي بتوصل لها ان احنا في ظهركم كاداره، احنا في ظهركم كجمهور. علشان انت النهارده بتخسر بطوله الدوري، علشان بعد كده محتاجين ناخد كل البطولات. رساله مهمه جدا زي ما قلنا، ومن نجم كبير في توقيت صعب جدا، وتوقيت زي ما قالوا الكباتن محتاجينه لعيبه النادي الاهلي التوقيت ده. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بك كابتن ناصر. نور كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عربي، وكابتن اسامه حسني. نور يا كابتن. منورين يا شباب. مباراه مهمه جدا، مثيره. هناك قرارات تحكيمية اتخذت من قبل الحكم الدولي أمين عمر. أيضا كان عندنا أحمد حسام طه المساعد الأول، كان عنده قرارات إيجابية كتير جدا، وهشام الدسوقي كان المساعد الثاني كان موجود، أيضا كان ليه دور كبير جدا. الفار النهاردة كابتن علاء يمكن 2 من أفضل الحكام على مستوى مصر في تقنية الفار، محمود البنا وكابتن محمود أبو الرجال. هذا محمود البنا امبارح كان اول امبارح كان عنده مباراه كابتن اسامه مهمه جدا 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 في نهائي كاس العرب، عمل مباراه كبيره جدا مع طاقم التحكيم وكانت المباراه بشكل كويس. قبل ما اروح للحالات التحكيميه، انا عندي هكلم كابتن في التحكيم واداره المباراه. اداره المباراه ديت في حاجه اسمها محاضره كامله كابتن ايمن عن اداره المباراه، خلي بالك يعني مش تحكيم بس كابتن اسامه، ولكن تحكيم واداره. ايوه. عندي حالة الأخرانية هتكلم فيها باستفاضة، اللي هو توقيت نهاية المباراة. ودي مهمة جدا جدا، مش بنقول الكلام ده عشان حصل منها مخالفة وركلة جزاء، ولكن بنقول الكلام ده مهم جدا لكل حكام مصر. ازاي تختار التوقيت يا كابتن أسامة اللي أنا ما ضرش بيه فريق، خاصة لما أنا بحسب وقت ضايع يا كابتن أسامة، والوقت الضايع مفيش فيه حاجة ضاعت، وحصل بعد كده تشك على الفار، حاجات كتير جدا. خلينا الحاله دي هنتكلم فيها يا كابتن شريف، دي اخر حاله معانا. هنقول يعني ايه اداره المباراه وعين توقيت نهايه المباراه. نروح للحالات يا كابتن ايمن، معانا حالات مهمه جدا جدا الحقيقه طبعا، وبذل الحكام جهد كبير جدا في اتخاذ القرارات. نشوف الحاله الاولى هنا. نشوف هنا، هرجع تاني في اللايف واحده واحده، ونقول لحكامنا كلها لما يكون امين عمر شويه بعيد. هنا احمد حسام طه، هذه المخالفه، الاخطاء التي لم يشاهدها الحكم كابتن، هنا طلبه تدخل الحكم المساعد. نشوف هنا امين عمر تاني، معلش دي حاله مهمه جدا، ازاي الحكم المساعد بيتعاون مع الحكم في اتخاذ القرار الاول. هنا تعاون من احمد حسام طه في مخالفه دفع، يمكن هنا ستوب،
هرجع تاني للاصطدام. حاله مهمه تاني. ستوب. الدفع هنا يمكن ما حدش يشوفه كابتن علاء الا الحكم المساعد. وهنا دي جرأه من الحكم المساعد ان هو يدي مخالفه، الحكم اعتقد ان هو لم يشاهدها. وبالتالي هنا انا بقول التعاون المثمر ما بين الحكم المساعد احمد حسام طه وامين عمره في احتساب مخالفه، والمخالفه موجوده ضد لاعب نادي الاهلي. تمام. الحاله بعد كده. هنا مخالفه تم ارتكابها لاعب نادي الجونه ضد قفشه. هل هي ترتقي؟ لا، خلينا في السريع في اللعبه السريعه لان هي مهمه جدا. انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا. هنا الخطا موجوده كابتن ايمن يا كابتن علاء. هنا المخالفه هنا موجوده. اعتقد ان هنا هو حسب المخالفه امين عمر، ولكن انا شايف كان ممكن من ان هو يدي بطاقه صفراء للتهور. هنا الدخول هنا في السمنه من تحت، يعني اعتقد هنا فيها تهور وكان يجب اشهار البطاقه الصفراء في هذه الحاله، لكن هو احتسب المخالفه فقط ولم يشهر البطاقه. هذه حاله. الحاله الثانيه نشوف اللعبه اللي جايه دي، يعني لعبه مهمه جدا جدا جدا. ونشوف التسلل، نشوف التسلل، هل في تسلل ولا مفيش تسلل. هشام دسوقي لحظه التمرير ونشوف. هنا تمركز رائع جدا من هشام دسوقي يا كابتن علاء، ولا انت مش معايا؟ بالظبط. اللاعب نادي الاهلي بجزء من الراس او بالجسم، هو انا سابق لحظه التمرير وموقف تسلل، وانا قرار بقول رائع لهشام. بحييك يا هشام على هذه اللعبه. هو عمل الديلي وبعد كده الكره لما الحارس صد رجع رفع الرايه، والتسلل صحيح لهشام الدسوقي. الحاله اللي بعد كده امين عمر بيرجع بظهره عشان يوسع لنفسه، ثم هرجع تاني. شوف هنا كده ستوب. هرجع لا ستوب 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 ستوب. ازاي الحكم يتحرك في الملعب وازاي يبقى عنده توقع؟ هو هنا حس ان هو هيخش في مسار اللعبه. كابتن علاء نمشي بقى باللعبه. عمل ايه؟ رجع، وهنا تكنيك جري بالخلف، رجع بظهره ثم استمر في التقدم ومشي. هنا في مخالفه تمت ضد النادي الاهلي، عمل استمراريه لعب وافضليه، وبدون تردد لمحمد نجيب انذار، والانذار للتهور انذار صحيح. قراءه جيده لهذه الحاله. بحيي فيها امين عمر على اشهار البطاقه الصفراء في بعد ماده الافضليه. تمام، نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. المخالفه موجوده هنا. معيار واحد يا كابتن هنا في المخالفه كابتن ايمن، كابتن شريف هنا. هو هنا يمكن برضه ادى الفرصه وادى الافضليه ورجع ادى البطاقه لمحمد هاني. هي نفس الحاله ونفس الدخول بالتهور والانذار. هنا انذار صحيح سواء كان لمحمد نجيب لاعب الجونه او لمحمد هاني لاعب النادي الاهلي. نفس اللعبتين يا كابتن اسامه، واحد والمعيار واحد. حاله من الحالات مهمه ايضا. ونشوف هنا حاله من الحالات، يعني اعتقد حاله سهله واضحه. لم يتردد امين عمر في احتساب ركله الجزاء، وهنا رجع ادى الانذار محمد هاني في الحاله اللي احنا قلنا لما كان محمد هاني عمل مخالفه باهمال. شوف هنا المخالفه. الشحات هنا بيلم كورته ورايح، الاعاقه والايد والشد كل ما هو مخالف هنا ارتكبه لاعب نادي الجونه. ركله جزاء صحيحه مليون في الميه. لم يتردد امين عمر في الحقيقه طبعا نتيجه التمركز والتوقع والقراء الجيد. احتساب ركله جزاء للنادي الاهلي صحيحه بنسبه 100%. تمام، نشوف الحاله اللي جايه ونشوف. هنا كان هناك هدف وحكم المساعد أشار على نشوف الحالة. تمام، لحظة التمرين هنا كان لاعب في موقف تسلل، وبعدين لما رجع هنا التسلل كان موجود. ونشوف هنا لحظة الفار لما بيجيب اللاعب من الأهلي في تسلل، وهنا قرار صحيح من أحمد حسام طه باحتساب التسلل نتيجة اللي كان في موقف تسلل وتدخل في اللعب ولعب الكرة. القرار كان قرار صحيح تسلل. دي الحالة المهمة جدا جدا جدا. ونشوف حالة شبيهة جدا 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 لهدف النادي الأهلي. هرجع لحظة الكرة واشوف هشام الدسوقي يا كابتن أسامة. زي مباراة طلاع الجيش صح؟ ستوب. ايوه زي كرة طلاع الجيش بالظبط. كابتن شريف، ايه رأيك في تمركز المساعد يا كابتن شريف؟ هايل. لا انا متاخر يعني سنه متاخر سنه. طبعا المفروض يبقى على
انت عايزه يبقى في حزب بالظبط عشان انا يعني عشان انا اخد قرار يا كابتن. الكره نط عملت بند وراح على ممتاز. ما هو ده بص يا كابتن احنا بنقول الحكم المتساعد اللي هو الحالات الغير متوقعه. يعني ايه الغير متوقعه؟ ان انا اتوقع ان لعبه زي دي هتجيلي يبقى انا اعمل ايه؟ احنا هنا بنشرح للحكام مش بنجيب اخطاء تحكيميه. انا كحكم مساعد لازم اخد خطوتين اروح عن الخط. ايوه ليه؟ عشان اقدر احدد. هو كان ماسكهم على خط ال 18 كلهم عشان يعمل السبرنت ده يرجع يلعب معانا بقى يعني. المفترض ان هو يعمل سبرنت ويعمل كونتر اتاك ويعمل كل حاجه كابتن زيه زي اللعب بالظبط. هنا هشام سوء هنا النهايه خارجه بره كمان. ما هي هنا انا مش عارف هي خرجت ولا ما خرجتش. دي جون. بس هو اعتمد على حاجات كتير. لا منها كمان دي جون. دي جون على فكره. منها كمان عارف ايه يا كابتن؟ اتفضل. ان زاويه الرؤيه بتاعته واضحه شويه مفيش حد قدامه مفيش عائق قدامه فهو خدها بايه؟ بخبراته لو هو عنده خبرات. للتحكيم نقول ايه؟ من فضلك هشام دسوقي من فضلك مزبوط. عشان تقول انا معاك في دي صح اوت او اون لابد انك انت توصل للرؤيه الركنيه عشان تحدد هو يعني اللي كان وصل للرؤيه الركنيه هو هنا اشار بايه؟ يا كابتن اللي كان وصل للرؤيه الركنيه كان اداها جون. لا ما انا بس ما انا عشان كده بقول ايه يا كابتن؟ عشان انا النهارده بدي مثال عشان احدد الكره خارج او داخل لابد ان انا اكون عندي نمره صحيح. واحد التمركز الصحيح يا كابتن اسامه. حد يقول لي هنا ممكن نقول ان هي الكره عبرت خط المرمى ولا ما عبرتش؟ هي حاله شبيهه طيب. انا بس الهدف منها ايه؟ ان اقول للحكم سعد لابد انك انت تروح للرايه الركنيه عشان تقدر تحدد الكره كانت خارج او داخل المرمى. الحاله بعد كده هدف. شوف هنا حاله من الحالات مهمه جدا 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 جدا. هنا الحكم سعد امر باستمرار اللعب عشان يشوف قراره بعد كده هيحصل فيه ايه. وبعدين بنلاقي ان هنا في هدف النادي الاهلي. وبعدين بنلاقي الحكم مساعد احمد حسام اشار على التسلل. طبعا هو هنا طبعا هنا النقطه ايجابيه للحكم المساعد. ليه يا كابتن ايمن؟ قلنا ان المساعد هنا ما غلطش يا جماعه. اللي هنا احمد حسام ما غلطش مظبوط. هو احتفظ بقراره وهو شايف ان كان في تسلل. وحاله صعبه جدا جدا كابتن ايمن. شك كبير قوي. شك. هاجي لحظه التمرير وهشوف. يا ريت نشوف لحظه التمرير. اعتقد من هنا مش هتبان ولكن عندنا زاويه ثانيه يا كابتن. هنا الحاله صعبه جدا. هو مشي احمد حسام وادى الافضليه وادى التمرير وبعد رجع عمل تسلل. هدف للنادي الاهلي. الفار بيرجع ونشوف الفار كان قراره ايه في هذه الحاله المهمه جدا جدا الصعبه في الحقيقه طبعا على احمد حسام اللي عمل ماتش النهارده متميز. يلا خلينا نشوف الحاله. طب ستوب. رجل الشمال بتاعت هنا الشمال لاعب الجون يا كابتن ايمن متقدمه شويه. ده بتاع متقدمة. نور السيد. نور السيد متقدمه وحاله صعبه يعني جدا. حاله جايه من حركه جدا. هدف طبعا ما كانش في تسلل والهدف صحيح. هدف صحيح ومش بلوم الحكم المساعد بالعكس هو خد القرار الصح والفار هنا عندنا الفار وعندنا اوبشن ان هو يرجع يدي القرار. هنا التمرير الكره تسبق لاعب الاهلي وبالتالي هنا الهدف هدف صحيح لمحمد شريف. حسب هدف ومفيش مشكله يا احمد خالص انك انت عملت الصح. ستوب بقى هنا لو سمحت. هنا هاجي انا عندي دقيقه كام يا كابتن؟ اللي احنا قلنا عندنا حاله بنقول عليها المانجمنت ماتش عندنا اداره المباراه. كابتن اسامه دقيقه كام؟ 94 سنه ما يعني اعذر ان هو امين حسب خمس دقائق وقت كابتن شريف خمس دقائق وقت بطل طالع. هنا في الدقيقه 94 40 باقي 20 سنه باقي 20 سنه ومخالفه لصالح نادي الجونه. أيوة. هو الطبيعي ايه يا كابتن؟ ان انا النهارده بعد ما تلعب المخالفه ده بيقول اداره المباراه صح. امين انا مش بغلطك ولا حاجه ولكن هنا اداره المباراه يا كابتن صح. انت هنا ما جيتش على حق حد. انا همشي معاك بقى حاجه مهمه جدا جدا. 94 40 انا كحكم ناصر عباس هستنى اللعبه تتلعب لان لسه عندي 20 سنه يا كابتن. خلينا نروح للعبه وتتلعب نشوف. هنا بنمشي بالوقت بيحط المخالفه ويشوف هنا في مخالفه والرجل مرفوعه مفيش مشكله خالص المخالفه صحيحه. همشي معاك بالوقت من فضلك. 94 56 مش بحسب بالدقيقه ولا حاجه ستوب. 95 الوقت بدل الضايع انتهى وما كانش فيه وقت يا كابتن. انا مش بحمل الحكم مسؤوليه احتساب ركله الجزاء ولكن بقول اداره المباراه مهمه جدا جدا جدا. انا عندي 95 كبيري قوي كحكم هستنى الهجمه دي لحد ما تنتهي يا كابتن. نمر ونشوف. هنا في زحمه كثيره جدا جدا واعتراض من لاعبي الجونه على ان هناك لمسه يد والحكم هنا طبعا امر باستمرار اللعب. مش بنحكي المباراه ولكن هذه الحاله فعلا. وبعدين هتطلع الكره رميه تماس. ستوب. 95 15 مظبوط. هيحصل كالاتي. هو هنا الوقت انتهى صح.
اي تعطيل يا كابتن شريف لتشيك على الفار او حارس المرمى ماليش علاقه بيه. صح، ماليش علاقه بيه، حاله مهمه جدا. ما كانش الوقت اللي وقف ده مظبوط، ما كانش قبل 95 يا جماعه. كده خلصت، كده خلصت بره. صح، وحتى لو صفر والمباراه انتهت ورجع للفار واستدعاه زي ما حصلت في الدوري قبل كده، بعد المباراه تنتهي ممكن يرجع يحسب ضربه الجزاء. هو هنا لا، هو هنا ايه، هو هنا ايه، هو هنا بيعمل تشيك على الحاله اللي هي في لمسه يد على اكرم. نشوف الحاله، يلا خلينا نمر. هنا الفار بيكلمه بيقول له هنا استنى دقيقه واحده، في حاله هنا ربما يكون فيها مشكله. وبعدين عندنا علي لطفي وقع بردك، وقع ما ضيعش وقت، لان ده كله كان بعد 95 يا كابتن اسامه. مظبوط، او كان تقريبا كان ياسر في اخر كوره دايما اشرف، دايما اشرف 95. هنا الحاله مفيش مشكله خالص، مش اوفسايد يا كابتن. نشوف لا لا لا، اللي تدخل في اللعب هنا كان موقوف سليم يا كابتن. مظبوط، في ظهر اكرم. تعالى بقى نشوف هنا الحاله، هل فيها ركله جزاء؟ نمشي كمان. جات في ظهر اكرم، نمشي محمود وحيد او ربيعه بيطلع الكره، تصطدم فين يا كابتن؟ ظهر اكرم، في الظهر، في الايد المضمومه، يعني مفيش مخالفه لمسه الكره بالايد. تمام، مظبوط، تمام. نمشي بقى ونروح للدقيقه 95. هنا المباراه بقول خلاص، يعني الكره راحت رمي التماس خلص. انا هنا بقى عندي امكانيه ايه اعمل ايه يا كابتن؟ خلاص يا كابتن، انت اديت دقيقه تقريبا بدون وجه حق امين. صح، هنا بنقول اداره المباراه يا كابتن اسامه، يعني انا مش بقول لك انك انت لابد انك انت تستنى الهجمه عشان تتلعب، لا، احنا النهارده ادينا 95 ودقيقه كمان ما كانش ليها داعي ابدا، انت عملتها لتشيك وكانت بعد دقيقه 95. صح، هنا كمان هقول عندي فرصه ان انا انهي المباراه. توقف، ستوب، ستوب، خلاص انا هنا بصفر. صح، تيت تيت نهايه المباراه، وانا هنا ما ظلمتش حد. انا بقول الكلام ده يا كابتن، انت احيانا الحكم بيدي 95 ما بيلعبهمش. مظبوط، وبيبقى احيانا في وسطيهم وقت بيضيع. مظبوط، ولكن انا مش بحمل الحكم مسؤوليه احتساب ركله الجزاء، ولكن بقول هنا توقيت اداره المباراه وتوقيت نهايه المباراه كان يجب في الدقيقه 95 تقريبا ينهي المباراه. نشوف الحاله دي مهمه عشان كل واحد ياخد حقه. هنا طبعا هو قمر ما حسبش، وبعدين راحت هجمه وبعد كده خرجت خارج ميدان اللعب وعمل تشيك على الحاله خالص. هنا نشوف هنا عمرو السولية. هذه الحالة نشوف هنا القدم بتاعة لاعب النادي الأهلي كابتن أيمن. نشوف 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 هنا اللاعب، هنا لاعب النادي الأهلي لم ينجح في لعب الكورة تماما. ونشوف هنا نمشي خلاص، نمشي قبله وخلاص، نمشي هنا. هنا الرجل الشمال يا كابتن بتاعة لاعب نادي الجونة، والرجل اليمنى لعمرو السولية. هنا في مخالفة، فعلا مخالفة داخل منطقة الجزاء بإهمال، وهو لم يقصد، بس هنا في مخالفه باهمال، وهنا الخطا موجود، والقرار كان قرار الفار بالعوده كان قرار صحيح. ولكن برجع تاني في نهايه الحلقه بتاعتنا كابتن ايمن، بقول كابتن خلاص احنا كده، دي كانت اخر حاله معانا. امين انا بقول لك انت حكم كبير جدا، حكم كويس جدا جدا جدا، والنهارده اديت مباراه كويسه، بس في الاخر خالص انت يعني مش عايز اقول بوظت اللي انت عملته، ولكن كابتن لابد ان يكون عندك اداره ازاي تدير المباراه. صحيح، ازاي انك انت تقدر في نهايه المباراه تدي نهايه المباراه والامور تكون ماشيه بشكل كويس. تاني بنقول بالتوفيق للتحكيم المصري. صحيح، وعاوزين يا كابتن اسامه الفتره اللي جايه، يعني فتره برضك في ماتشات كاس مصر وفي وفي وفي، نتمنى نتمنى يا جماعه ان الاخطاء اللي احنا بنقولها دي، نتمنى ان كل حكم يروح يشوف اخطائه. ممكن اللجنه تبعت لك على الواتس اخطائك وما يجب تطويرك من الاداء، لا انا كحكم بقى كابتن شريف وانا كنت بعمل كده، بروح اشوف بجيب المباراه بسجلها بشوف ايه المشكله اللي عندي، سواء كان في اداره المباراه في الاخطاء، لابد ان كل حكم لابد كابتن ايمن ان هو يشوف اخطائه عشان ما يكررهاش في المباراه القادمه. بالتوفيق طبعا للنادي الاهلي في القادم، وتوفيق لكل حكام مصر، وتوفيق لجنه الحكام. شكرا، شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيم المتميز كابتن نصر عباس. شكرا كابتن. هنروح لفاصل، ومن بعد الفاصل هنرجع على مستر موسيماني ونشوف قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. ارجوكم انتظرونا. مباراة الجول كانت مباراة مهمة، مباراة مع صدر مباراة الزمالك هناك، فانت يعني فكرة هل هنا وهناك عشان خاطر التعادل ممكن يفوز الاهلي هنا وتعادل الزمالك هناك ممكن يكون لسه منافسه في الدوري، هو ده يمكن اللي خلى لعيبه الاهلي مستعجلين في الشوط الاول ودخل فيهم هدف مهم. اوكي اوكي.
Okay, the question maybe was stressed a little bit because we are following the result of the Malik in the same time that he was playing the same cast. Maybe because of that was hurrying to score. Maybe we can keep hoping to win the title. I did not know. هو سؤال الأستاذ بيقول فكرة إن الزمالك بيلعب في نفس الوقت مع الأهلي والأهلي برضو متمسك بالأمل يمكن ده حط ضغط على لعيبة الأهلي فبيلعبوا هم قلقانين فده بقى في زي بريشر في ضغط على لعيبة. I have so much experience in this game. You don't have to follow what the opponents are doing. أنا عندي خبرات كبيرة في نوعية الماتشات دي. المفروض ما نتابعش الخصم أو المنافس بيعمل إيه. You follow your game. عادة في الماتشات زي دي بتركز مع ماتشك إنه بس. This match was never in our, the at this point in time the dowry was no longer in our hands. زي ما في الوقت الحالي الدوري مش في ايدينا so we focused on our game. فركزنا في ماتشنا احنا بس مالناش دعوه بماتش. The last games you conceded many games because of the bad marking of man-to-man marking for the defenders. We have made mistakes. طب السؤال برضه عشان ما اسمعوش بيقول لك الماتشات الاخيره كده دخل فينا اهداف كتير كان النادي الاهلي عشان في رقابه راجل لراجل دي كانت بنعملها بشكل سيء فبيدخل فينا اجوان ارتكبنا اخطاء بس عملنا حاجات كويسه كتير برضه we accept our mistakes احنا نتقبل الاخطاء اللي عملناها نعترف بالاخطاء اللي احنا عملناها but after the season we had بعد الموسم الطويل اللي احنا لعبناه الموسم اللي احنا لعبناه وقدناه we were somehow we lost the legs towards the end didn't have enough energy اخر مفيش طاقه بقى في بشكل واقف خلاص فقدنا الطاقه تعبانين لعيبه مرهقه we were a little bit tired ومنهكين ومتعبين في اخر الموسم we are human beings واحنا طبعا بني ادمين في الاخر you must know this past 10 months من 10 اشهر دلوقتي بنلعب we won the dowry كسبنا بطولة الدوري. We won the Egyptian Cup. كسبنا كأس مصر. We've won the Super Cup. كأس السوبر. We've won two Champions League. سوبر أفريقيا يعني واثنين بطولة أفريقيا. And we won the medal for Africa in the World Cup. وميدالية برونز خدناها لأفريقيا في كأس العالم للأندية. Against teams like Bayern and Palmeiras. لعبنا فرق كبيرة زي بايرن ميونخ وزي بالميراس. And we have had five players going to the Olympic Games. وعندنا برضو خمسة من اللاعب المقابل الفريق بتاعنا راحوا المنتخب الأولمبي لعبوا لو تلعبوا أولمبية. And we have had more players than any other team in the Egyptian national team. وفي المنتخب الوطني لعبت الأهلي أكتر من لعيبة أي نادي تاني عندنا. Same as with the Olympic Games. برضو المنتخب الأولمبي فيه لعيبة من الأهلي أكتر من أي نادي تاني. And you've played many games. ولعبنا ماتشات كتيرة برضو في الدوري. We've been to South Africa. ولعبنا في جنوب أفريقيا. We've been to Sudan. ورحنا السودان لعبنا في جنوب أفريقيا. We've been to Kinshasa. ورحنا كينشاسا. We've been to Qatar two times. ورحنا قطر مرتين. We've been everywhere. ورحنا في كذا حتة لفينا كتير لعيبة. At the end of the day. وفي الآخر طبعاً. After all this that I've mentioned. بعد كل الحاجات اللي قلتها لكم دي. We were a little bit tired. طبعاً طبيعي إن إحنا تعبانين شوية ده شيء. But we fought for the dowry. لكن حاولنا. And we never gave it away. وسبناش ما يعني ما سبناش الأمل ما. And فضلك بعدين. And we will come back. والحقيقة احنا يعني ما فرطناش الامل فينا لغايه اخر دقيقه بنحاول في الدوري واحنا برضو هنرجع تاني ان شاء الله النادي الاهلي it's a good team النادي الاهلي فريق كبير it's a good team it's a big team فرقه كويسه فرقه كبيره we feel the pain حاسين بالالم طبعا حاسين بالالم but if you look back لك لو تبص ورا you can say is we have done a good job ولا احنا عملنا شغل كويس جدا انجزنا حاجات كتير كويس last 10 months we've done 10 شهور انجزنا حاجات كتير حققنا but we don't want to lose it we don't want to lose it طبعا نفقد لقب الدوري برضه بس هو انجزنا حاجات كتير نادي الاهلي is a good team نادي كويس نادي كبير look at the cups شوف الكؤوس والحاجات اللي انجزت اللي حققنا اوكي رغم ضياع الدوري ولكن كابتن محمود الفقيه اصر ان هو يدعم الفريق ويجي معاكم ونزل في واجتمع مع اللعيبه ومع الكابتن هل محمود الكابتن محمود الفقيه كان حديثه عباره عن ايه
وعايزين نعرف منطقه المسمع اللي جاوب قال ايه ده مش في الملعب. لا خلاص انت حاجه مش الملعب خالص هو بيقول حياتك اتفضل هو بيقول حاجه المؤتمر على الماتش حاجه ده سؤال بره الماتش مش حاجه ممكن تسال سؤال ثاني في المباراه يا فندم وده الماتش يعني حاجه طب ايه صحيح مؤتمر على الماتش حاجه فاضي اسال على المباراه ده مش على المباراه بالنسبه للمباراه كان الاهلي متقدم 3-1 و ريبوز ليدنج 3-1 اند جونا كام باك تو ذا سكور اند ايكولايز هل ده دائما من مستوى اللعيبه انخفض ولا ده لان السمع المتمكن عايز في الدوري راح يعني ونفس السؤال سال اوكي ذا سيم كويشن ووز ليدنج 3-1 وي دينت هاف ذا ليكس هو فهم وجاوب عليك وي ونت تايرد بقول لك مفيش صحه مفيش جنيه خالص ان يجي وي دونت هاف هو فهم الاجابه وجاوب عليك بقول لك مش قادرين لعيبه تعبان هو سؤال برضه عشان ما اسمعش وي ونت تيك ا ليبل اوف ا ستيب باك جيت ذا انرجي باك وي هاف 3 كابس تو بلاي فور حاول الايجيبشن كاب حاول ناخد نفسنا وحاول نجمع قوانا عندنا ثلاث القاب الشهر الجاي نلعب عليهم كاس مصر وكاس السوبر الافريقي والسوبر المحلي سو النادي الاهلي از جونا كم باك الاهلي ان شاء الله باذن الله الاهلي راجع اوكي وي فيل ذا بين يس احنا حاسين بالم طبعا طول التمرينات وي ار هيومن بينجز احنا طبعا بني ادمين طبعا اوكي بات ويل جيت باك لكن ان شاء الله احنا راجعين باذن الله نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف كان ليك تعليق اخير قبل ما نختم على كلام الكابتن محمود الخطيب طبعا كابتن محمود بكلمتين او الكلام اللي قاله اللعيبه هو ده ايمن هذا هو الاهلي صحيح برجاله المخلصين يعني الحقيقه كابتن محمود انا استشفيت ان هو نازل اللعيبه يشكرهم على المجهود الكبير اللي عملوه السنه دي بشكره على احساسه بكل اللاعبين احساسه بكان يجب اللي قالها خدت بالك احساسه بالجماهير احساسه بكل شيء الحقيقه فاحنا كلنا بنشكره على المجهود الكبير ده وبنشكر لعيبه زي ما هو شكر لعيبه وبنشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي انا عارف النهارده عارف ان النهارده كان هيبقى شيء صعب خدت بالك ان نحن نعدل في نتيجة الدوري أو نتيجة المباريات ولكن الفترة الجاية زي ما كابتن محمود وعد هو وجهازه الفني والإدارة كلها واللاعبين انطلاقا إن شاء الله هيبقى في شكل إن شاء الله أنا بإذن الله هتبقى النتيجة والبطولات هي الانطلاقة اللي جاية بإذن الله يا رب بإذن الله رب العالمين بكده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والجونة في الأسبوع 33 للدوري العام المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 في النهاية حابب أشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة كابتن شريف عبد المنعم ألف شكرا كابتن شرفتنا شكرك يا كابتن ونهار لك واللي جاي أحسن بإذن الله بإذن الله رب العالمين كابتن أسامة حسني ألف شكرا كابتن شرفتنا ونورتنا بشكرك يا كابتن أيمن وبشكر كل القائمين على كورة في النادي الأهلي مجلس إدارة ولجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب اللعيبة جهاز كان موسم يعني أكثر من رائع كان فيه بطولات فيه أفراح كتير فيه تتويجات صحيح الفترة اللي جاية فترة مهمة جدا وفيها تحديات ودايما النادي الاهلي البطل لما بيخسر بطولة بيعوض قصادها بطولات كتير صحيح. واي فرقة بتفوز ببطولة ما تنساش انك انت محتاج سنين كتير وسنين طويلة علشان تحصل النادي الاهلي النادي الاهلي لما بينافس ما بينافسش الفرق في مصر النادي الاهلي بيحاول يوصل للعالمية مظبوط كابتن علاء مهوب الف شكرا كابتن شرفتنا ونورتنا اشكرك يا ايمن وقبل ما اتكلم في اي حاجة كل التقدير والتحية للعيبة وجهازهم الفني والاداري ومجلس الادارة وبقول لعيبه هارد لك بطوله انا عارف بتبقى صعبه على اللعيبه ان تضيع منها بطوله لكن ده العادي عندنا لكن ان شاء الله قادم وافضل ان شاء الله باذن الله رب العالمين كابتن اسامة عربي شرفتنا ونورتنا كابتن ألف شكرا الله يخليك يا ايمن وهارد لك البطوله ديت لكن مبروك لكل البطولات اللي خدناها وان شاء الله من نجاح لنجاح في الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله باذن الله رب العالمين كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله القادمه ان شاء الله حابب اشكر اعزائي المشاهدين جمهور الاهلي العظيم ومش عايز اقول اللي هو صاحب الفضل في انتصارات النادي الاهلي اشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي